نشاط محموم وسباق مع الزمن في محيط العاصمة صنعاء. إعادة ترتيب التحالفات من أجل تقليل حجم الخسائر على الميدان. هكذا تقول الوقائع على الأرض على أكثر من جبهة في طوق المحيط بصنعاء. بعد أن أخذت المعركة حول صنعاء بعدا جديدا وأصبحت أقرب إلى العاصمة من أي وقت. يسود الحديث عن تحضيرات مكثفة من قبل قوات الشرعية في معركة تغيير موازين القوى. فتهرع أدوات صالح والحوثيين لتتحسس حضورها وأحزمتها في أوساط قبائل المحافظة بهدف تفادي سقوطها المفاجئ. تؤكد الأخبار أن قيادات في ميليشيا الحوثي وصالح دشنت اجتماعات ميدانية لبقية مقاتليها في مديريات محافظة صنعاء. ابتدأت من مديرية بني حشيش التي تقف على بعد كيلومترات من العاصمة، كما دشنت اجتماعات مماثلة في مديريات أخرى بينها همدان وبني مطر. الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا رأس اجتماعنا الأسبوع الماضي في بني مطر وحث القبائل فيه على اليقظة والتأهب للقتال ضد الشرعية، وهي إشارة يقول مراقبون إلى حجم المخاوف التي باتت تهيمن على هاجس المخلوع والمقربين منه. زاد من ذلك وتيرة التحرك النشط للخبير في موازين القوى ورجل التجارب العسكرية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة علي محسن الأحمر. بحسب الشرق الأوسط فإن الأحمر يكثف من لقاءاته بمشايخ القبائل في محيط العاصمة بعد أن وصل مؤخرا إلى مأرب مركز العمليات العسكرية لقوات الشرعية والتحالف العربي. المصادر ذاتها أشارت إلى أن فحوى تحركات الأحمر ولقاءاته واتصالاته تصب باتجاه دعم المقاومة الشعبية والجيش الوطني في عملياتهما التي تجري في شرق صنعاء والجبهات التي يجري الاستعداد لفتحها في الاتجاهات الأخرى، حيث تؤكد القيادات السياسية والعسكرية أنها تسعى إلى تحرير العاصمة بأقل الخسائر وتجنيبها ويلات الحرب. لكن أي من السيناريوهات لا تبدو مؤكدة حتى الآن بالنظر إلى تعقيدات الوضع وما ستفضي إليه التحركات في الأيام المقبلة. فالتحولات المرتقبة لا يمكن فصلها عن استمرار توغل قوات الشرعية عسكريا باتجاه العاصمة، أو القبول بحل سياسي لتفادي الخيار العسكري، أو المواجهة حتى النهاية.